تبقى ايضا كمان يعني يقوم بدور كبير ومجهود كبير جدا مع كل الطاقم الاداري. طبعا مش عايز انسى حد لكن الكل بيجتهد الحقيقه. عمرو بحس ببارك لك، مجهودكم كبير جدا، ربنا بيكافئ وبيكافئ الجميع، عشان كده ببارك لكم النهارده. مبروك لعيبه النادي الاهلي، للجمهور اجتهدوا عشان ربنا النهارده كافئ. انا حابب تقول يا عمرو على الفرحه الكبيره جدا لكل جمهور النادي. انا بقول مبروك لمجلس الاداره والجهاز الفني والاداري والطبي والعمال وجماهير النادي الاهلي كلها، وده مش جديد على النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي بطولات، النادي الاهلي نادي القرن، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق مزيد من البطولات، وان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله في بطوله افريقيا وناخد بطوله افريقيا ان شاء الله.